كنت أشوفك في وجود الخالق. كنت أشك في وجود الخالق، وكان هذا الشك حقا يبرحني كثير، يعني يؤذيني، وكنت أظن أنه ليس على وجه الأرض رجل مؤمن. الله أكبر. نعم. إلى هذه الدرجة. نعم. وكنت يعني أظن أنه لا يمكن لأحد أن يقنعني بوجود الخالق. كانت هذه المرحلة ثقيلة علي جدا، كان هم يعني يقلقني. حاولت أن أنتهي إلى أمر، في أي طريق سأسلك، في طريق انتهاب اللذة والعمر قصير، أو في طريق آخر. هذا الهم حقيقة كان هم شديد يثقل علي في الليل والنهار، حتى كان يعني في النوم يثقل علي، في النوم لا أستطيع النوم أحيانا. نعم، يؤرقك. نعم. كنت أذهب من بيتي إلى السوق، إلى دكان والدي في السوق، وأنا لا يعني لا أكاد أعلم بمن يمر بي، حتى يمسك بي أحد أصدقائي يسلم علي فلا أجيبه، لأن لم أسمع، حتى يمسكني ويقول لي أين أنت يا فلان، فأستيقظ وأنا أمشي. الله أكبر. من الفكر. من الفكر. نعم. جيد. قررت حقيقة أنه لابد أن أنتهي إلى مسألة، لابد أنتهي أحسمها، إما في هذا الطريق أو ذاك. فبدأت أقرأ الكتب لأصل إلى يعني حد. فلا أكتمك، أنا كنت أقرأ الكتب الضخمة لكن لا أنتفع منها بكلمة. بقيت مدة طويلة وأنا أقرأ الكتب، أقرأ ما يقع في يدي. تبحث عن ماذا في قراءتك للكتب دكتور؟ عن الدليل المقنع لوجود الخالق. سبحان الله. نعم. بقيت مدة طويلة، لكن الله لما رأى صدق توجهي في هذه المسألة أعانني حقيقة. فأذكر بعد الدليل الذي يعني قطع علي الشكوك حقيقة حينها، وانتهى الأمر إلى من الشك إلى اليقين، إلى الإيمان بالله، إلى اليقين. هذا كان كنت أسمي يوم الإيمان. يوم الإيمان. كل شيء تغير حقيقة في نظرتي. كل شيء يعني بدأت أنظر إلى الوجود نظرة ثانية، أنظر إلى الوجوه فأراها غير الوجوه التي كنت أراها في الأمس. أرى الأشجار بغير النظرة التي كنت أنظر بالأمس، أنظر إلى الشمس والقمر بغير النظر الذي كنت فيما بعد أرى الله في كل شيء، وما كنت أراه في شيء. سبحان الله. هكذا يعني. أول دليل دكتور فاضل يعني صادف حضرتك أو بحثت عنه ووجدته كان ماذا؟ حقيقة أذكر أول دليل في يعني أول دليل حقيقة كنت أقرأ في غرائب المخلوقات، كنت أقرأ. فقرأت وجدت أن هنالك نوع من البعوض، نعم، إذا أراد أن يتكاثر لما يصير موسم التكاثر ويبيض في الأنهار والبرك، يضغط على جسمه في فتحات في جسمه، يضغط يطلع سائل يجف بالهواء، شلون خيط العنكبوت، خيط الحرير، يجف ويصنع منه قوارب، زوارق صغيرة. هذا البعوض الكبير، البعوض. الأمهات. نعم. تصنع زوارق صغيرة تضع فيها البيوض في الأنهار. سبحان الله. تضع، نعم، زوارق. ثم تموت الأم. طيب. تموت ثم تخرج اليرقات وتفقس وتكبر. اليرقات عندما تتكاثر تفعل نفس الفعل.
تكبر تكون بعوضا، ثم لما موسم التكاثر تضغط على جسمها وتصنع قوارب وتضع البيض فيها وتموت. نعم. أنا حقيقة صحيح يعني السؤال من الذي وضع هذه المادة التي صالحة لصنع القارب في جسمها التي تجف، من علمها صنع القوارب ومن علمها أن تفعل فعل الأمهات وهي لم ترى أمها؟ جميل، فعلا لم ترى أمها، لم ترى أمها، أمها ما ترى، ولو رأتها لقلنا تعلمت منها، تعلمت منها. من علمها؟ الله. وكان ينقطع هذا النسل لولا هذه، كان ينقطع في حقيقة. هذا يعني جعل في نفسي هزة كبيرة. من علمها أن تفعل فعل الأمهات وهي لم ترى أمها؟ يعني وبالتالي سيدي الدكتور فاضل، ما لفت نظر حضرتك أن ذاك مثلا الآدميين وطباعهم أنهم يتعلمون أو يكتسبون تجاربهم في الحياة من بعضهم البعض، الحيوانات كذلك أيضا. بعدين حقا شبيهة بحالها فيما بعد الطيفة أذكرها، يعني شبيهة بهذا الأمر. كان عندي صديق، يمكن جزء هو يستمع لا أعلم، عنده مفرقة مال بيض يضع فيها الدجاج، فوضع فيها 30 بيضة دجاج، وبيضة واحدة عنده كانت مال طير مائي هكذا حتى يكمل العدد، فوضعها مع الدجاج، مع بيض الدجاج. فقال لي أنا يعني الموعد أعرفه متى يفقس هذا، أقول أنا جيت وأنا أراقب البيض متى يفقس. يقول فخرجت البيوض يعني أفراخ الدجاج 30 دجاجة من الماكنة، ثم خرج معها الطائر هذا الطائر المائي. يقول ذهبت جميع الفراخ الدجاج إلى الحقل تبحث، تمام، وذهب هذا الطير وحده إلى الساقية، ساقية الماء، يسبح بها ويقفز وحده. هو طائر مائي، هو طائر مائي. الله أكبر. وحده، وهو يعني فقصت بيضته مع الدجاج، مع الدجاج، إذا ما رأى أمه، ما رأى أمه. زين، لماذا لم يذهب مع هذه؟ وما علمه، وما علمه الله، يعني قريبة من تلك. بعدين عرفت أن النحل يعني يفعل خلايا مسدسة منتظم يسويها، حتى لو أخذت بيضة منه وخليتها في مكان آخر لم يشاهدها تفقس البيضة وتصنع خلايا مسدس منتظم تضع فيها العسل، حتى لو لم تشاهد أمها تصنع. حقيقة هذا أثار انتباهي.